بعد أكثر من 15 سنة أخيراً تمكننا من إتمام هالإنجاز الطبي والوطني الهام اللي يمكن البعض ظنوا أنه غير ممكن تحقيقه بسبب الظروف الحرب والحصار، وخاصة أنه التجهيزات الطبية الأساسية أو البسيطة هي ممنوعة علينا والحصول عليها صعب وطويل مثل ما بتعرفوا. فكيف إذا كان الهدف مركز طبي متطور ونوعي؟ بس مع الإرادة ما في مستحيل، وبجهود حسيسة من جهات مختلفة اشترحنا الحلول وفكينا الحصار عن حالنا واقتربنا. وسمعت هلأ من شوي أنه عم نحكي بأسابيع، ما عاد عم نحكي بأشهر، اقتربنا من افتتاح أول مركز لزرع الخلايا الجذعية للأطفال بسوريا، وهيك بتكون اكتملت الدعائم الأساسية لمقاربة كل حالات السرطان للأطفال. وأكيد هذا بيساهم بتخفيف الألم والمعاناة، وبنفس الوقت بيساهم برفع نسب الشفاء. فبكل تأكيد هذا المركز بيشكل أمل جديد للأطفال وللأهالي وأفق جديد لعلاج السرطان بسوريا. كان واضح من الجولة اللي عملتها أنه المركز قدر يطابق المعايير العالمية لمراكز مشابهة، وطبعاً هالمعايير الهندسية والطبية هي اللي بتضمن سلامة الطفل ونجاح الإجراء، يعني بمعنى آخر هي اللي بتفصل بين الحياة والموت. ولكن على صعيد شخصي أنا سعيدة كتير أنه المركز قدر يفرض العزل الطبي بدون ما يفرض العزل الاجتماعي من خلال تواجد الأم طول فترة العلاج مع طفلة، بالإضافة لإمكانية زيارة العائلة للطفل عبر شاشات متصلة بشبكة اتصال داخلية. وأكيد هذا الشيء اللي حيخفف من الضغط النفسي الكبير اللي بيتعرض له الطفل طول فترة العلاج. كل هذا الكلام بيدعو للتفاؤل بمستقبل علاج سرطان الأطفال بسوريا، ولكن لحتى هذا التفاؤل يكون بمحله لازم ما نشوف هذا المركز كوحدة منعزلة عن المكونات الثانية الأساسية. وهذا لحتى نقدر نحقق هذا أو ليكون قد توقعاتنا تكون بمحلها، هذا بيتطلب إنه المركز يكون نشوفه كجزء من منظومة متكاملة لعلاج السرطان بسوريا. والحقيقة هذا اللي سعينا له من خلال الخطة الوطنية للتحكم بالسرطان اللي تم اعتمادها من قبل رئاسة مجلس الوزراء، واللي دخلت حيز التنفيذ بال 2019، يعني تقريبا من سنتين. أنا حابة مر على نقطتين لهم انعكاس مباشر بعمل المركز. الأولى هي مرشدات التشخيص والعلاج، الجايدلاينز اللي عم يتم العمل عليها حاليا من قبل فريق من المختصين، واللي هي بتدلنا لأفضل استقصاءات حساسية ومصداقية، واللي بتوصلنا لعلاج أو خطة علاجية مستندة لحقائق الطب المسند بالدليل. النقطة الثانية اللي حابة مر عليها موضوع الكادر. هذا أول مركز مختص بزرع الخلايا الجذعية للأطفال، ولكن هو الثاني مركز بسوريا بعد مركز الموجود بوزارة الدفاع من سنة 2007. هالمركزين مع المكونات الثانية للعلاج صاروا بشكل قطاع متكامل، وهذا بيتطلب مننا أنه نحن نحدث الاختصاصات النوعية الأكاديمية بالجامعات، مثل المعالجة الشعائية، مثل تقنيات الزرع النقي وغيرها. طبعاً أنتوا أدرى مني بهذا الموضوع، ولكن هالاختصاصات نحن بحاجة لها لنقدر نرفض القطاع بالكوادر ونضمن استمراريته. لا شك أنه وجود مركز زرع الخلايا الجذعية كجزء من مشفى الأطفال بشكل قيمة مضافة للمشفى، ولكن لنقدر نحقق هاي القيمة المضافة لازم المركز
مع الخدمات أو الأقسام المساندة مثل المخبر العام، مثل التشريح المرضي وغيره، بالإضافة للخدمات المكملة مثل الجراحة والمعالجة الكيميائية. كل هالمكونات لازم يكون عمل متناسق ومتجانس لحتى نقدر نضمن أفضل نتيجة للمريض وبأقل التكاليف. معناتها نحن بحاجة لنظام إداري موحد متكامل ومتطور لحتى يلبي كل متطلبات الأقسام والاختصاصات، وهو صار ضرورة لنقدر نرفع مستوى الخدمة اللي بتقدمها مشفى الأطفال لكل الأطفال بسوريا. آخر نقطة أنا بحب ركز عليها، والحقيقة هي بتربط بين كل هالمحاور. الطب مثل ما بنعرف، الطب مهنة إنسانية، ولكن الإنسانية ما بتتوقف عند العلاج، بتستمر لنأمن كل متطلبات المريض وصولاً للاهتمام الشخصي والرعاية. الاهتمام الشخصي هو أكيد جزء منه المعاملة الجيدة للمريض مع المريض، وجزء منه تأمين المتطلبات اللي هو بيحتاجها، ولكن من جانب آخر، وهذا ما دائماً نحن بنعطيه أهمية، هو الإجراءات الإدارية والعلاجية اللي بمر فيها طبيب المريض من لحظة دخوله حتى خروجه من المشفى. وهون لحتى أوضح رح أعطي أمثلة، وهالأمثلة طبعاً بتنعكس بكل المشافي اللي موجودة بسوريا، ما أنا ما عم بحكي على مشفى واحدة معينة. المريض بيعاني من إجراءات القبول المعقدة الطويلة اللي مشتتة أحياناً بكذا مكان. المريض بيعاني من الحركة بمبنى ضخم ما له مألوف لإله، وغالباً معمول أو موزع من وجهة نظر تقنية مجردة، يعني ما لا أخذ بعين الاعتبار وضعه وقدرته على الحركة. فبالرغم من جودة العلاج، هالثغرات وغيرها بتسبب معاناة مزدوجة للمريض، معاناة المريض المرض ومعاناة العلاج والإجراءات. ويمكن السبب أنه نحن بسعينا لتقديم أفضل علاج ممكن ركزنا على المرض ونسينا المريض، ولذلك المقاربة تبعنا لازم تتغير لترتكز بشكل أساسي على هذا المريض، لنضمن خروجه من المشفى بالعلاج والراحة والاحترام. فإذا وصلنا لهون واقتربنا من إقلاع هذا المركز الأول من نوعه بسوريا، هذا لا يعني أنه مهمتنا انتهت. أكيد في شغلات انتهت، ولكن في شغلات هلأ لازم تبدأ. وإذا كان تأسيس المركز فيه تحدي كبير، فتشغيله واستمراريته فيه تحدي أكبر. وبما أنه اللي وصلنا له هو نتيجة تعاضد بين سوريين بمختلف القطاعات أو بقطاعات مختلفة، وسوريين مغتربين وأصدقاء، فإذا نحن كملنا هذا العمل بنفس الطريقة كفريق واحد وبنفس الإرادة وبنفس العزم، فنحن قادرين ننجح، ولازم ننجح، لأنه الفارق بين النجاح والفشل هو مثل الفارق بين الألم والشفاء وبين الحياة والموت.